السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كيف حالكم يا شباب؟ أتمنى أن تكونوا بخير وعلى خير. في هذا الفيديو أصدقاء سوف نقوم بتجربة واحد من بين أكثر البطاقات التي طلبت مني يا شباب، بطاقة بوفون بأوفر 103. هذه البطاقة اشتريتها بأوفر 106 وسوف نقوم بتجربتها وأعطيكم تقييم الخاص بهذه البطاقة، هل هي جيدة في أرض الميدان، ما هي العيوب الخاصة بهذه البطاقة. لذلك قبل البداية شباب لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو، لا تنسوا الصلاة على أشرف الخلق محمد عليه الصلاة والسلام، لا تنسوا دعواتكم مع إخواننا في فلسطين، والله معاناة كبيرة كبيرة يعيشوا إخواننا في ذلك المكان المرعب يا أصدقاء. تخيلوا يا جماعة، من دون أكل ومن دون شرب، ويعني تحت كل الأوضاع الخاصة بالحرب، والله يعني الشيء الوحيد الذي نمتلكه مع إخواننا هو الدعاء. لا تنسوا الدعاء مع كل إخواننا المستضعفين في كل مكان، وخلونا ننطلق يا شباب. قبل البداية جماعة لابد أن أقول لكم أن الحارس القادم، الحارس الذي سوف يكون بعد بوفون، حارس أسطوري جدا جدا يا جماعة، لعبت به الأمس الكثير من المقابلات، لاحظوا فقط النتائج التي واجهتها بالأمس يا جماعة، تقريبا 5 انتصارات والتعادلين فقط يا جماعة في كل هذه المقابلات الأخيرة، والله سوف يكون حارس مرعب مرعب جدا يا جماعة. يعني كما تعلمون يا أصدقاء فهذه مجرد لعبة يا جماعة، إذا كنتم ترغبون في لعب المقابلات على الأقل العب كل المباراة بأريحية، ليس المهم أن تربح أو تخسر في المقابلة، الأهم يعني ينبغي لك فقط أن تستمتع بالمقابلة، أن تسجل الأهداف التي تحبها بالطريقة التي تحبها يا أسطورة. لذلك يعني إذا كنت ترغب في الفوز في المقابلة بشكل متتالي، أزل من ذهنك يعني الضغط الذي يترتب عليك من أجل الانتصار في المقابلة والوصول لبطل فيفا، لأن هذا ليس مهم أكثر ما أهم شيء وهو أن تستمتع باللعبة. هذا أول شيء ينبغي لك الاعتماد عليه يا أسطورة، إذا أردت الفوز في المقابلة ينبغي أن تزيل الضغط من على كتفيك، أن تدخل فقط للمباراة من أجل الاستمتاع، لو خسرت فلا يهم، سوف تلعب مباراة مجددا وسوف تنتصر يا أسطورة. فلا عليكم يا جماعة، قريبا سوف أنزل لكم سلسلة الاحتراف، غالبا سوف أبدأها معكم إما غدا أو بعد غد يا شباب، بداية من الصفر يا جماعة، للكل سوف يحترف اللعبة من أمامي يا جماعة، رسميا سوف أقدم لك أشياء لن تسمعها ونصائح سوف تساعدك 100% في الفوز في المقابلة بسهولة يا أسطورة. لذلك يعني خلونا ننطلق، أعتقد أنني قد أطلت عليكم البداية يا شباب. خلونا نشوف بطاقة بوفون يا أصدقاء، هذه البطاقة كما تلاحظون ب 106 في الأوفر، طول هذا الحارس 1.92 متر، 149 في الارتماء، 144 في التمركز، يعني طاقة جيدة يا جماعة. أما بالنسبة للعيب الذي ألاحظه الآن فهو يفتقد لسمة تجدها عند كل الحراس وهي ممرر للكرات الطويلة، فأعتقد أن هذه العيب سوف يؤثر عليه في المقابلة، خصوصا إذا كنت محترف في لعب المرتدات، فأعتقد أن بوفون لا يساعد، لكن خلونا نشوفه في أرض الميدان وخلونا نحكم عليه بعد لعبنا بعد المقابلة يا جماعة. تقريبا قد أخذ حوالي 4 أيام من اللعب في المقابلة يا جماعة، لاحظوا إيزيبيو انطلق، إيزيبيو ماذا تفعل يا إيزيبيو، حرام تضيع المحاولة الأولى، شكل المقابلة سوف تكون نار يا أصدقاء، حتى الخصم يلعب لعب مباشر، يعني ليس الخصم من نوعيتي المفضلة يعني يا جماعة، كما تعلمون أنا أكره الخصوم الذين يلعبون 20 تمريرة في الدفاع، مستحيل يا ساتر، أولى الأهداف في الدقيقة 14، شكلنا راح نستفز الخصم يا شباب، ماذا تفعل يا كانافارو؟ كما قلت لكم الخصم يلعب لاعب مباشر، كما تلاحظون الكرة مع لامين، بوم، مستحيلة يا لامين، وينك يا بوفون؟ اشتريناك بمليار وتعمل مثل هذا الارتماء يا عم، خلونا نشوف هل سنستطيع الحصول على التعادل، الكرة مع فولار، بوم، مستحيل والله تصدي الحراس يا جماعة، لاحظوا لو كان عندي مثل هذا الحارس يا جماعة لتصدى للأرض السابقة، يا الله مستحيل كيف تضيع؟ الكرة نزلت معاي لكن شكلها تسلل يا شباب، كما قلت لكم فالخصم الذي أواجهه لا يلعب يعني التمريرات، يلعب مثلي لعب مباشر تمريرتين، سوف أصل لمنطقة جزائه، لاحظوا إيزيبيو أرجوك الانتصار على السريع يا ربي يا ربي، ألا يسجل الخصم كما تلاحظون حتى ويلعب تمريرتين يصل لمنطقة جزائي، مستحيل الكرة مع الظاهرة، بوم، مستحيل، ماذا تفعل يا بوفون؟ والله واقف في حراسة المرمى فقط، باور شوت سوف تسجل بسهولة مع بوفون، لكن يلزمنا نركز آخر محاولة
ولا الكرة مع الخصم، هل سيسجل التعادل؟ شكلي راح انهزم، شكلي راح انهزم، مستحيل. اخيرا الارتو، والله مباراة اولى مرعبة يا جماعة، لكن خلونا مركزين، يلزمنا نسجل الثالث حتى لا يغدرنا الخصم. الحمد لله خلونا نسجل هذه الضربة يا والله شباب. لنكون صريحين، فالخصم يستاهل أن يفوز في هذه المقابلة، لكن أخذتها منه فقط بالتكتيك يا شباب. لاحظوا لاحظوا، مستحيل، تسديدة خرافية من أرنولد، ولكنني كنت أعيبه لكم. لكن حرفيا بدأ أداء يتحسن في أرض الميدان. خلونا نشوف المقابلة الثانية، يا ربي أن تكون مثل المقابلة الأولى. الخصم جالاتا سراي بأوفر 103 مع الحارس طرف يا شباب. خلونا نشوف كيف سوف تكون هذه المقابلة الآن. أنا ألعب بالأربعة 4-3-3 مع الكام. خلونا نشوف هل سيبدع بوفون في هذه المقابلة أم سيكون ضعيف مجددا يا جماعة. خلونا نشوف الكرة مع كيليان. كيليان ضعيف التسديدة، كانت الكور شوت قوية والله اللي كانت سجلت يا جماعة، لكن خلونا مركزين. الكرة مع الخصم، شكلها ضاغط منذ البدايات، عمدت تبحث. هل هي العرضية؟ العرضية تكفى على الارتماء بوفون. شكل الخصم يلعب عرضيات، خلونا نبلعها الهدف لأنه يلعب عرضيات. والله يعني منذ مدة لم ألعب هذه التمريرات لأنه فقط يلعب للعرضيات. يالله والضغط يا من فيجيتش، هذا فيجيتش مرعب في الدفاع يا اخوان. خلونا نشوف ماذا سيحدث في المقابلة. الكرة نزلت مع الخصم، هل ستلعب الوان تو؟ مستحيل على المساحات. هل ستمر يا كيليان؟ يمررها لوين؟ لا تقل للعرضية مجددا، لا تقل للعرضية، مستحيل يا بوفون. ردة فعل خرافية أسطورية من هذا الحارس، رسميا أنقذني من الخسارة في هذه المقابلة يا إخوان. لكن في المجمل على الأقل نشاهد أن الحارس يتصدى في كل مقابلة يتجمع حتى لا نظلمه. أولى المقابلة عمل تصدي أسطوري، ثاني مقابلة عمل تصدي أسطوري. وخلونا نشوف الخصم الموالي بأوفر 103 ناصر يا جماعة، بدون روم في حراسة المرمى حتى ويمتلك إيزيبيو عملاق المهاجمين. خلونا نشوف ماذا سيفعل يا جماعة. الكرة معاي، يلا يا تشافي، إلى جريمالدو، يلا يا راشفورد، هذا عيب الخطة، ثلاثة مدافعين، مستحيل يا راشفورد. أولى الأهداف بسرعة يا إخوان، لكن مزايا خطة ثلاثة في الدفاع أن الوسط والهجوم ممتلئ جدا يا جماعة. لاحظوا كمية اللاعبين، هل ستعمل الأرتو؟ تكفى يا بوفون، ولو أن الأرتو ضعيفة يا جماعة. خلونا نشوف العرضية، هل سيأتي التعادل؟ العرضية تكفى يا بوفون. خلونا نشوف التمريرة يا جماعة. الكرة نزلت مع الخصم، عن ماذا تبحث يا أسطورة؟ قطعها كنافارو، أصبحت مرتدة معاي. روح روح روح، اركض يا ايزيبيو، يلا ايزيبيو ايزيبيو ايزيبيو، مستحيل، هذا ايزيبيو خارق يا اخوان. فقط مرر له واترك له كل شيء يا اسطوره. الكره نزلت مع الخصم، داني اولمو الى ايزيبيو، ايزيبيو الى اولمو، اولمو اولمو، تكفى يا بوفون على الانفراد. الكره نزلت مع دون فريز، هل وديمبلي؟ لا ديمبلي، ديمبلي ديمبلي، مستحيل. لا احب مثل هذه الاهداف التي تضرب في اللاعبين الكرة وتأتي أمام المهاجم ويسدد يا إخوان. لكن خلونا نقرر كيف تلعب الكرة يا شباب. يلا 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 على التيكي تاكا، الكرة مع إيزيبيو، مستحيل، كيف فتحت المساحات؟ ماذا تفعل يا بولار؟ الكرة أصبحت مرتدة مع الخصم، لا تقل للتعادل، والله التعادل، شكلها راح يكون التعادل بسبب لأنني أتفلى على الخصم يا جماعة. الكرة مع الخصم، عن ماذا تبحث؟ مستحيل، تكفى يا عالمي، يلا يا كالافيوري، مستحيل، عالمي 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 يا بوفون. والله تصدي الفيديو هو هذه الارض القريبة يا جماعة. يلا يلا يلا، حرام، شريط البرج بلعني يا اخوان. الكرة نزلت مرتدة مع الخصم، لا تقل للثالث، هل سننهزم؟ هل سننهزم؟ هل سننهزم؟ ارجوك ارجوك يا تشافي، تكفى يا تشافي، مستحيل، من وين يركض؟ واتى للمهاجم واخذ الكرة يا جماعة. لكن مقابلة اسطوري اسطوري جدا يا اخوان، والله مباراة اسطورية جدا مع ناصر. خلونا نشوف المقابلة الثانية لحد 9، والله مستمتع بهذه المباريات. خصوم أقوياء بالتسديدات ومحاولات كثيرة على بوفون، يعني صد ما يمكن صده منها وكذلك بلع ما يبلع. لكن خلونا مركزين مع الخصم الموالي بأوفر 104 مع توريس في الهجوم وشمايكل في حراسة المرمى يا جماعة. خلونا نشوف ماذا سيحدث، هل سننهزم أم سنتعادل؟ مستحيل، كيف مر؟ كيف مر؟ تكفى يا كنافارو. لاحظوا فقط التمرير، لا يوصل حتى لنصف الملعب يا جماعة. لكن الكرة نزلت معاي، يلا ايزيبيو، مستحيل على المساحات، كيف تفتح؟ يلا يا رافين، يلا بيلينغهام، 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 مستحيل،
بوم، عالمي 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 يا يا بيلينغهام، ساتر على التسديدة. لكن خلونا نشوف الخصم، هل سيأتي بالتعادل؟ مستحيل على رودريجو. رودريجو وتكفى يا كانافارو، يلا بسرعة يا جماعة، الكرة نزلت مع الخصم، هل ستأتي بالتعادل؟ هل هي العرضية؟ هل ستمر؟ مستحيل تمر أمام كانافارو، لاحظوا كيف أتعامل معه، أهم شيء ألا تترك له المساحات من أمامه. الكرة نزلت معاي، أصبحت مرتدة، يلا روح يا رافينيا، رافينيا يعيدها لإيزيبيو، إيزيبيو إيزيبيو إلى باريلا، باريلا مستحيلة كيف تفتح المساحات، راشفورد 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 راشفورد، مستحيلة كيف ضاعت. الكرة نزلت مع رافينيا، كيف مر رافينيا، يلا يا باريلا 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 باريلا، مستحيل، حرام يضيع مثل هذا الهدف. خلونا نشوف شكلها، سوف تكون آخر محاولة مع ركنيا، يا رب نسجل الثاني. يا ساتر عليك يا فولار، لو سجلت يا جماعة نزلت الركنية وحرفيا راح يصفر الحكم. انتصار آخر وأداء خرافي جدا من بوفون يا جماعة، رسميا سوف أقول لكم يعني العيوب التي لاحظتها في بوفون، ولو أنه قليل من العيوب لكن سوف نتحدث عليها. الخصم الموالي بأوفر 99 مع ماجنن في حراسة المرمى يا جماعة، خلونا نشوف كيف سوف نتعامل مع هذا الخصم، يا رب فقط أن يكون أداؤه جيد في أرض الميدان. يلا الكرة نزلت مع الخصم، الكرة مع بيدري، بيدري لوين؟ مستحيل اقطع غريمالدو، غريمالدو الى داني اولمو، اولمو الى ايزيبيو، ايزيبيو ايزيبيو ايزيبيو، يا ساتر على التمرير، يا ساتر على التمرير، واولى الاهداف. خلونا نشوف شكل المقابلة راح تكون مليئة بالاهداف، لاحظ الصراعات، هذا راسفورد، هذا راسفورد، هذا راسفورد الى داني اولمو، اولمو اولمو، فتحنا له الدفاع يا جماعة. المقابلة كما قلت لكم سوف تكون مليئة بال الاهداف، لا يا ساتر، الكرة مرتدة مع الخصم، مرتدة مع ديبالا، يمررها لوين؟ مستحيل، يلا 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 يا بوفون يا عالمي، يلا ارجوك ارجوك يا بوفون، خلونا نعيدها. لكن تسجل الانفراد، اسطوري اسطوري جدا من الحارس، الكرة اصبحت معاي، يلا يا عم يلا يا عم يلا يا عم، والله ايزيبي خرافي جدا يا جماعة. فلما لعبت بتشكيلة اللي فيها واحد استي والله بدع معي كثيرا ايزيبي، لاحظوا لاحظوا ماذا يفعل، مستحيل هذا ايزيبي والله يراوغ لك كل المدافعين. لكن خلونا نسجل الرابع، يلا يا غريمالدو غريمالدو غريمالدو، تكفى يا عالم يا غريمالدو، والله لم ارحم هذا الخصم يا اخوان. لكن نهاية المقابلة، خلونا نشوف الخصم الموالي، نتمنى ان يكون افضل من الخصم اللي لعبنا معاه الان يا جماعة. خلونا نشوف تشكيلتي يا شباب، هذه تشكيلتي رجعت للاربعة 4-2-4، خلونا نشوف الخصم كيف سوف تكون تشكيلته باوفر 103 مع 2 استي، هاري كين وجوطة يا شباب، رسميا سوف تكون مقابلة اسطوري اسطوري جدا، لاحظوا التمريرات، هل سنمر؟ هل سنمر؟ مستحيل، ماجنين ماجنين، هذا الحارس واحد من بين الحراس المظلومين في اللعبة، هل سنسجل؟ هل سنسجل؟ يلا يا باريلا باريلا، وأولى الأهداف افتتاحية في الدقيقة 11 يا شباب، خلونا نشوف هل سنضيف الثاني، الكرة مع تشافي، تشافي مستحيل على الحارس يا عالمي. شكل الخصم لم يعمل علي ولا هجمة يا جماعة، لا والله، ها هو قادم ها هو قادم، هاري كين هاري كين، هل ستمر؟ والله سوف أخرج الحارس، أخرج يا بوفون، أخرج يا بوفون، أخرج يا بوفون، يا عالمي يا بوفون، أسطوري أسطوري جدا هذا الحارس في الانفرادات. لكن خلونا مركزين، هل ستسجل العرضية؟ للمرة الثالثة تسجل عليه عرضية يا إخوان، ولو أنه يرتمي جيد إلا أن العرضيات تسجل عليه بشكل متكرر، خدعناه خدعناه، يلا يا ايزيبيو يلا يا ايزيبيو، مستحيل كيف مار، يلا بالسرعات، مستحيل، ارجوك ارجوك ان تسجل ارجوك، الحمد لله. شكل الخصم عصب لانه يعني اعطاني التمرير الغلط، شكل الخصم راح يسجل التعادل، مستحيل عليك يا كنفار، ولا تقول يلا يا بوفون نعتمد عليك، نعتمد عليك في الركلات الحرة، لاحظوا اين واقف، لاحظوا اين واقف، لاحظوا اين واقف يا جماعة، واقف في القائمة الاول وبعيد وتارك له المرمى كله فارغ يا شباب. لكن لازمنا نسجل الثالث، يلا يا عم يلا يا فولار 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 فولار، حرام تضيع، والله ماذا بيني وبين القائم في البورشوت يا شباب. لكن رسميا نهاية المقابلة، كذلك كانت مقابلة ممتعة ممتعة جدا يا اخوان، حتى الخصم شكله سعيد سعيد جدا يا جماعة. خلونا نلعب اخر مقابلة بعد ان نتحدث عن بطاقة
بطاقة بوفون يا شباب؟ ما الذي يميز هذه البطاقة وما الذي يعني عيبه على هذه البطاقة؟ الخصم بأوفر 98 شكلنا يعني، ولو أنه يمتلك بطاقة جيدة من حدث الطقس يا إخوان، إلا أنه خلونا نسجل بالسرعة يا شباب. لاحظوا كيف تبنى الهجمة، الكرة مع فولار مستحيلة، كيف مار يعملها لإيزيبيو، إيزيبيو يا ساتر على هذا المهاجم يا جماعة، واحد من بين المهاجمين المتكاملين، لا بدنيا لا في التسديد لا في الإيقاع لا في المراوغة. الكرة مع الخصم، هل ستعرض؟ مستحيل، تكفى يا حارس على التصدي يا بوفون. لاحظوا فقط التمريرة، والله لا يوصل حتى لنصف الملعب يا شباب. الكرة مع إيزيبيو، يعطيها لوين؟ لتشافي، تشافي مار، مستحيلة يا تشافي، يا ساتر عليك، لا تقل لي تسلو، والله أنا مررت على رافينيا. لاحظوا فقط رافينيا أين يتواجد، والله أعطيت له هدف لرافينيا وهو مررها لي لإيزيبيو جماعة. لكن يلزم نسجل الثاني، يلا يلا، ولكن نهاية المقابلة يا شباب، الآن خلونا ننطلق مباشرة. إذن يا شباب ماذا نقول عن بطاقة بوفون يا شباب؟ هذه البطاقة يمكننا أن أقول لكم أن عيوبها أكثر بكثير من المزايا الخاصة بها يا أصدقاء. رسميا لو أردنا أن نتحدث عن مزايا هذه البطاقة سوف أقول لكم أنه فقط يعني في الانفرادات سوف تجدوه جيد جدا يا شباب، كذلك في بعض التصديات التي تكون مستحيلة والتي سوف تقول أنها قد سجلت عليه سوف تجده مباشرة. عمل التصدي خرافي خرافي جدا بهذه البطاقة يا شباب. لكن لو تحدثنا عند العيوب، أول عيب والذي لم يعجبني في هذه البطاقة وهو أنه ليس لديه السمة الخاصة بالتمرير الطويل، بالتالي إذا أردت أن تلعب مرتدة فلن يوصل لك التمرير سواء باليد أو بالقدم لنصف الميدان. فهذه الميزة مهمة خصوصا عند الكثير من الأصدقاء الذين يحبون اللعب بالمرتدات. رسميا هذه البطاقة لن تساعدك في بناء اللعب من خلال المرتدات. كذلك بالنسبة للعيب الموالي وهو البورشوت، فصعب صعب صعب جدا أن يعني يتصدى لأي بورشوت، لأن البورشوت تقريبا حوالي 80% من البورشوت التي سددت عليه يبلع هذا الحارس، يعني وجدت صعوبة كبيرة من باللعب بهذه البطاقة يا شباب. لا ننسى التسديدات التي تكون من خارج منطقة الجزاء، فكذلك سهل جدا أن تسجل عليه يا جماعة. لكن في المجمل يا أصدقاء كذلك نسيت نقطة مهمة وهي التي تدخل في السلبيات، وهي أن سعره غالي 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 جدا يا شباب. بهذا السعر يمكنك أن تحصل على أفضل من هذا الحارس. دائما أرشح لكم بطاقة دوناروما، لكن ليس أي بطاقة لهذا الحارس، فقط بطاقة الطقس الخاصة به، لأن حدث الطقس يعني حصلنا من خلاله على بطاقة جيدة جدا يا جماعة. ولو أردت حارس جيد يعني من الحراس الجدد فانتظر الفيديو القادم، لأنه سوف يكون حارس أسطوري جدا يا شباب. لذلك أعتقد أن هذا كل ما كان معنا في هذا الفيديو جماعة. لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو. شكرا لكم على المشاهدة.